برحب بحضراتكم جدا وسعيدة جدا بلقائي اليومي معاكم. بحاول دايما ان انا التزم بميعاد، بس النت دايما بيعكسني يعني، بس انا ما اقدرش اتاخر عنكم ابدا. طلبتوا مني القرص اللي فيها سكر وقرفة، كمان هحشيها لكم النهارده بعجوه، ولو لقيت عندي ملبن هعملها بالملبن. احنا دايما على ميعاد مع بعض في التعليقات، بشوف طلباتكم ايه وبعملها. مش معنى ان انا عملت طلب لحد وما عملتش التاني يبقى انا هطنش، لا لا، حقيقي والله كل طلباتكم مكتوبة معايا. بس خلي بالكم انا بعمل وصفة واحدة في اليوم، اولا عشان وقتي يبقى منظم، فهي كفاية عليا قوي تصوير وصفة واحدة، كمان عشان ما يبقاش عندي اكل كتير في البيت اعمل فيه ايه واديه فين الحاجات دي كلها. لو تتكرموا وتيجوا تاكلوا الحاجة اللي انا بعملها يبقى يا ريت، انا ابقى سعيدة جدا بيكم. انا النهاردة هعمل لكم القرص اللي بالسكر والقرفة، وان شاء الله يا رب تعجبكم. انا هنشوف مع بعض كده المقادير ايه ونتابع مع بعض. ميرسي قوي. دلوقتي انا عندي المقادير: معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة، خلي بالك انا جبت لك الخميرة العادية بتاعت الفرن اهي عشان ما تقوليش ما عنديش، ولو عندك خميرة فورية اوكي، معلقة كبيرة، نص معلقة صغيرة ملح، نص مج زي ما انت شايفة مج الشاي ده، خلي بالك منه لان هو ده اللي هيبقى معانا معيار دايما. انا هريحكم مش هشتغل بالميزان، بس لو عايزين الوصفة بالجرام انا حاسبها لكم في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. نص كوباية اهي سمنة بلدي على زبدة او سمنة على زيت زي ما تحبي، المهم ان الدسم نص كوباية. نص كوباية لبن حليب، نص كوباية لبن حليب، خلاص. بالنسبه للدقيق انا عندي كميه الدقيق اهي، بس انا مش عارفه هاخد منها قد ايه، ومعايا المعيار الكوبايه زي ما قلت لك اهي، مج الشاي ده ستاندرد موجود في كل حته، ممكن تشتري منه وناخد منه المعيار بتاعنا. انا كل شغلي هخليه لكم بالكوبايه كده عشان تبقوا مستريحين زي طلبكم بالظبط، خلاص. انا دي بالنسبه لي المقادير بتاعه العجينه. بالنسبه ليا المقادير بتاعه الحشوه، انا عندي عجوه، عندي سكر وقرفة ملخبطاهم على بعض، معلقتين سكر على معلقة كبيرة قرفة ملخبطاهم، عندي سمسم على حبة البركة عشان الوش، وعندي مية هقول لكم هنعمل بيها ايه، المية دي اللي هنشكل بيها في الاخر. خلينا بالتشكيل دلوقتي ونشوف العجينة هنعمل فيها ايه. طيب انا جبت الطبق اللي هعجن فيه، خلاص هحط معلقة كبيرة سكر، شفتيها، وهحط السمنة على زبدة او سمنة على زيت زي ما يعجبك انت، حرة او المتاح عندك. طيب انا هاجي على اللبن ده، لبن اهو عادي خالص، هاخد الخميرة دي ادوبها في اللبن حلو قوي بالمعلقة عشان الخميرة تدوب كويس قوي. لو خميرة فورية انا هشتغل بيها على طول، لكن الخميرة دي اللي انت عارفاها بتاعة الفرنة المخابز اهو، دول مش كتير، دول بجنيه بس، حاجة اقتصادية جدا اهي، هشتغل بيها مع اللبن كويس. طيب هتديني النتيجة دي، شايفها اهي، انا فورتها قبل ما اشتغل معاكم، شايفها، هحطها فين، هنا على ده، كويس كده معاكي، انا معاكي خطوة خطوة براحتك وعلى مهلك خالص. انا محتاجة نص معلقة ملح صغيرة، شايفها، هتحطيها فين يا حنونة؟ هحطها على الدقيق اهو، وهقلب الدقيق كويس خالص اهو عشان كل الملح يختلط. الدقيق انا نخلاه يا جماعة عشان يتهوى، وعشان لو في اي شوائب نبقى انا نخلاه عشان يتهوى، ولو في اي شوائب تطلع معايا في المنخل. طيب انت هتحطي دي هنا يا حنونة؟ لا استنوا، ركزوا معايا كويس قوي، انا الدقيق هاخد مقدار بالكوباية، مش هحط كله، لان على حسب نوع الدقيق، انا بستخدم دقيق الضحى عشان محدش يسألني دقيق ايه، انا بستخدم دقيق الضحى. انت جايبة دقيق من عند العطار سايب عادي، انا مش عارفة الدقيق بتاعك زي الدقيق بتاعي او قوي او اقل، فهنعمل ايه، هنحط الدقيق هنا بالراحة بالكوباية قدامك اهو عشان تشوفي اخد مني كام كوباية، خلاص اهو ادي كوباية، ماشي يا ست الكل،
وادي التانية وهبدأ اعجن. خلاص انا عارفة المقدار ده هياخد مني اكتر من 3 كوبايات، فانا بدل ما اعجن وازروت ايديا وارجع ادور على حد يعبيلي الكوباية مش هلاقي حد يساعدني لان واقفة لوحدي دلوقتي في المطبخ. ادي الكوباية التالتة، مش عارفة بقى دول هاخدهم ولا مش هاخدهم. هعجن وانا معاكم هشوف هحتاج لهم ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا ايديا نظيفة وغسلاها وزي الفل، ولو انت عايزة تعجني بكلافز ماشي، بس انا سبق وقلت لكم انا بحب ملمس العجين بايدي، انا بعرفه اذا كان ناقص مية اذا كان ناقص دقيق بايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو قدامك يا حبيبتي اهو من غير عجان يا حنونتي. انا عندي سبق وقلت لكم عجانات الشيف تحت امري، زي ما خدت منه القناة هاخد منه العجانات ومش هيقول لي لا، على العكس هو دايما يتحايل عليا ان انا اشتغل بالعجانات عشان يريحني. بس انا بقى موضة قديمة قوي مع اني مش سني كبير قوي وبحب اشتغل بايديا خلاص، او بحب ابسط عليكم. افرضي انت ما عندكيش عجان نفسك تعملي الوصفة دي، اهو حنونة قدامك عملتها من غير عجان خلاص وببساطة من غير ميزان من غير حاجة خالص، بالكوباية زي ما انت عايزة. وهنشكلها القرص دي حلوة قوي، تاخديها مع الفطار الصبح مع كوباية شاي بحليب. يا سلام بنوتي حبيبتي رايحة المدرسة رايحة الكلية، هحط لها واحدة في اللانش بوكس بتاعها برضو جميلة تاخدها وقت الريست. انا بعجنها قدامك اهو، بس وانا بعجنها حاسة ان العجينة الدقيق جه كتير وحاسه انها بصي يابسه، شايفه عامله ازاي مش لينه. هديها بق لبن صغير خلاص، يبقى انا النص كوبايه وبق زي ما انت شايفه كده، يا دوبك الم اللبن ده وابدا اشكلها خلاص، ما نعجنش كتير فيها عشان ما تعضمش. انا يا دوبك هلم بق اللبن اللي حطيته ده، طبعا انا عشان عايزه اريحك ما بشتغلش بالجرام، انا لو خدت مقادير الشيف واشتغلت بالجرام هتظبط معايا من اول مرة، بس الناس كتير قالوا احنا مش سالكين في قصة النظام دي الجرام، احنا عايزين الشغل يا حنونة بالكوباية، وعايزين بقى نقعد نعجن ونعك مع بعضينا كده من غير الشيف ما يشوفنا ويقول ايه اللي انتوا بتعملوه ده، انت بوظتيلي القناة يا مدام، انا زبطت مشاهديني على الشغل بالجرام وبالميزان. يا عم الناس تعبانه، يا عم الناس عايزه تشتغل بايديها وعايزه ما عندهاش عجان وعايزه تعرف بالكوبايه. شايفه العجينه نظفت الطبق خالص اهي كويس، انا عايزه اخدمها سنه صغيره على الرخامه لان حاسه انها مش متماسكه قوي، بس مش هعجن فيها كتير خلاص، هي سنه بس كده صغيره اهي، احس ان العجينة اختلفت شوية في شكلها، شايفاه اهو مش كتير عشان ما تعضمش مننا ما ننهكهاش قوي، وبعدين انا هسيبها هي هترتاح خلاص عشان احنا هنخمرها بعد ما نشكلها، انا هسيبها ترتاح حوالي تلت ساعة كويس، بس اوعي تسيبيها مكشوفة كده، لازم تغطيها بالكيس عشان العجينه المكشوفه بتبوظ بتنشف وبتشقق وبتطقق منك، يغطيها بالكيس لحد ما تستريح ويبقى لما اجي اشكلها ليها عرق مش بتقطع كده معايا خلاص. دلوقتي انا جبت العجينه بتاعتي اهي اللي احنا شكلناها مع بعض بعد ما استريحت كويس، وهبدا اشتغل بيها. شايفه العجينه عامله ازاي، بدات تخمر اهي، انا مش عايزاها تخمر قوي عشان انا هخمرها في الشغل بتاعي. طيب معايا المقطع كويس، انا هقطع الحجم قد اليوستافندياية كده كويس، اليوستافندي اللي هو المستورد ايه اللي اسمه كلامنتين او كلامنتين خلاص اهي اهي، بصي ايديكي بتناول بعضيها، بصي اهي ايديكي بتناول بعضيها مش بتعجنيها، لا ايديكي بتناول بعضيها، اتكورت اهي معايا،
حلو قوي. هفتحها كده خلاص. انتي بقى الحشوة اللي على مزاجك، انا حشيت دي سكر وقرفة خلاص على مهلنا خالص. اهو هلم العجينة اهو اهو، شايفة دورتها وقفلتها ازاي اهو. في المرحلة دي انا هبلها مية لقطة وفي السمسم، شفتي؟ هحطها في الصاج وهتك عليها بايديا افردها كده. ايه رأيك بقى يا ست الكل؟ هاخد واحدة كمان اهو. ايديكي بتناول بعضيها، صوابعك الصباع ده بيناول الصباع ده في ثواني اهي، بتتكور. باجي افتحها خلاص. هحط كورة عجوة، ما عنديش عجوة خلاص، كفاية قرفة وسكر، ما عنديش قرفة وسكر، كفاية ملبن. الحشوة اللي انت بتحبيها اللي بتفضليها هي اللي انت هتحشيها كويس. احنا قلنا بعد الحشوة ايه؟ مية. بعد المية سمسم. المية ايه فايدتها يا حنونة؟ عشان لما هتسألوني في التعليقات فايدتها انها تخلي السمسم يمسك كده. وهحطها وهفردها كده. ناخد واحدة كمان نعملها ملبن معاكي انا اهو. تمام اهي قطعة اهي، ايديا بتناول بعضيها، صوابعي اتكورت مني، بفردها. باخد قطعة ملبن انا مقطعاها اهو، وهقفل عليها اهو كويس يا ست الكل. المرحلة دي ايه؟ مية سمسم. ده سمسم على حبة البركة، الاسمر ده حبة البركة عشان تبقي عارفة. شالت معايا السمسم، طبعا المية هي اللي بتخليها تشيل، واهي في الصاج قدامك اهو. طيب انا مش عايزة ازهقكم، انا هخلص القصة دي كلها وبعدين نرجع تاني نشوف الصاج هندخله نسويه على درجة حرارة كام وهيبقى شكله ايه. انا هخلص القصة دي وارجع لكم بسرعة. زي ما انت شايفة عملت منها بالعجوة، منها بالسكر والقرفة، منها بالملبن، شكلناها كويس قدامك اهو. وريتكم بتتشكل ازاي وازاي بضيف لها السمسم. انا في المرحلة دي عايزة اخمرها، هدخلها الفرن وهو مطفي تخمر. طب انا مستعجلة وعايزاها تخمر بسرعة، هجيب حلة مية اغليها واحطها جوه الفرن واحط الصاج جوه الفرن. البخار والصهد بتاع المية المغلية هيسرع لي الخمران بتاع القرص. هخمرها وهوريها لك بعد ما تخمر وهوريكي هتستوي ازاي. تمام. القرص خمرت اهي في الفرن، ما خدتش حوالي 10 دقايق ربع ساعة تخمر عشان فكرة الحلة اللي انا قلتلك عليها حجمها تضاعف. انا دلوقتي هدخلها الفرن اسويها على درجة حرارة 200 وهوريها لك بعد ما تستوي، هتاخد حوالي 20 دقيقة. انا كنت نفسي بس اقول لكم على حاجة بالنسبة لدعم الصفحات. احنا عايزين ندعم صفحة مطبخ فاطمة ابو علي، حبيبتي وصاحبتي، بتعمل شغل حلو قوي. اتمنى ان انتوا تزوروا القناة بتاعتها وتعملوا فيها اشتراك وتتابعوها. هدخل ده الفرن وارجع لكم تاني. انا طلعته من الفرن قدامك اهو، سخن جدا، شايفة مستوي ازاي؟ جميل، شايفة اهو كله سوا واحد زي ما وريتلك درجة السوا اهو. وهناخد واحدة، هو طبعا سخن بس انا هقطع واحدة عشان اوريكي ايه الحشوة اللي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، دي طلعت محشية عجوة. انا بحب حشوة العجوة جدا على فكرة قوي. خلاص نجرب واحدة كمان يمكن يطلع حظنا بالملبن. ايه طلعت بالملبن، ايه بالملبن، شايفاها؟ طب انا عايزة بقى اشوف واحدة بالسكر والقرفة. انا ممكن اخرمه كله كده وابوظه لكم يعني. طيب انا عايزة اقول لك على حاجة مهمة جدا جدا. انت عايزة تعملي مشروع من البيت كويس. ادي على فكرة انت معايا من الاول وعارفة ان انا ما كلفتش حاجة خالص، الكلفة قليلة جدا. انت عارفة الواحدة دي بتتباع بكام دلوقتي في المخبز؟
وطبعا مش معموله بالنظافه اللي احنا عاملينها دي، ومش بالجوده والخامات الحلوه دي. ايه رايك يا ست الكل لو عملتي العلبه دي وعرضتيها للبيع تكلفك قد ايه وهتبيعيها بكام؟ دول كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واحنا فتحنا 3 يبقوا 12. انا ما اكلتش لسه منهم وهاكل بعد ما اخلص، هعمل شاي بحليب واقعد انا والشيف واكل، مش بغيظكم والله، بس بقول لكم هي حاجه حلوه قوي. ماشي ستي، 12 واحده. لو افترضنا ان الواحده دلوقتي وصلت 3 جنيه تقريبا، يعني دول هيعملوا 36 جنيه، هما مش مكلفين 10 جنيه، خلاص؟ يبقى انا عندي ربح 26، نقول 20 جنيه كفايه، وال 6 جنيه لشغلك وللمطبخ، ال 20 جنيه مش ما خدناش نص ساعه. المخبوزات مربحه، هنعمل مع بعض البقسماط، وهنعمل الباتون ساليت، وهنعمل الكيكات مع بعض سوا. تابعيني، ولو اول مره تشوفيني وما اشتركتيش في القناه قبل كده اشتركي في القناه، وانا مستنيه تعليقك، ومستنيه كمان ايه انك تشاركي الفيديو لو هو عجبك. حلو كده، السلام عليكم.